بعد اذنك. ايوه ثانيه واحده يا باشا. ايوه مستر عساف خير. دلوقتي الحرس الهندي جه. الحرس الهندي؟ الحرس الهندي بتاع المهراجة جم؟ اه جم. فين هم؟ بره. موجودين فين؟ اه الحرس الهندي بره. موجودين جوه؟ اه جوه بره. جوه جوه موجودين هنا بره على الباب بره. مين دول؟ الحرس الهندي بتوع مين؟ بتوع المهراجة. فين هم؟ في الباب. فين المهراجة؟ بره. والحرس في الهند. قصدي الحرس الهندي. الحرس الهندي موجود مع المهراجة. فين المهراجة؟ على الفيل. والفيل فين؟ في الهند. الفيل في الهند. والحرس جم. نادي الحرس بسرعة. على الباب بره. هاتهم بسرعة. نادي الحرس. يلا يا جماعة جهزوا. الحرس الهندي كيرامولا يتفضل. أنا هندي وأبويا هندي بسماري ولوني هندي وكل هند الله علي وكل هند الله علي. شربت من جوزها جوز هند وقلت اجوزها الهند. شربت من جوزها جوز هند وقلت اجوزها الهند وكل هند الله عليه وكل هند الله عليه. سينا سمر سرومن سينغالا سينمالا بروان سينغالابا سينمالا سرومن تيرو بلا سيرو سينمالا سيمن ترابريكاما سمرتي رمني من السرمان ترمني ترمني سمن ترمني ترمني سمن كلام سمن كلام بو بو بو. للغة العربية اضغط واحد. للغة الهندية اضغط رقم اثنين. سينا برا سينا برا. بقول لك ايه؟ انا ضغط واحد وانا في ايه؟ سينا برا سينا برا. ايه ما انا اتنيلت دوست واحد. بولا سينا برا. هنقعد ساعة بقى تغني بالسيني. بولا بنت انا جاي الزفت. سينا غلط بس. بقول لك ايه هتعملوا فيها عساكر صلاح الدين؟ لا. سينا. كوتوس فين؟ سينا برا. ولا. بولا سينا برا. دوست واحد. بولا سينا. ايه يا عم في ايه؟ ما انا دايس من الاول. بص هنا واحد هنا اثنين هنا بغير ما تدوسش. سيدو بابا سيدو بابا خلي الملاك يركن يمين. سيدو ماما خلي الملاك يركن شمال. سيدو جدو خليه في مكانه عشان تعبان. ما تحركوش من مكانه. شوف انت مين سيد؟ انت فين سيد؟ انا ما اعرفش غير انتو سيد. هو ده الحاجه الوحيده اللي بتراقب. اي كلام تاني ده رغي على الفاضي. انا شاروخان. زكي شان. اما تبت شان معاك. شكرا. هو بيعمل ايه؟ ده بيصلي. هو بيضة بيضة أمهات. هو بيعبد فراخ. بيدن. ده بيدعي. شيلما في بيضة وقعت من الصلاة. تفتيش. طيب تفتيش كل الناس. تفتيش تفتيش. يلا يا جماعة مش مشكلة كله يتفتش ما يجراش حاجة. الناس عايزين يطمنوا عشان المهرجة. يلا تفتيش. يلا كله في الدور. كله يقف. ماشي فتش يا عم. اسمك ايه؟ اسمي عساف. عساف وانا ماشي ليالي عساف الفره يا... تمام. ايه هو ايه اللي تمام؟ تمام ازاي يعني؟ هو عندي التفتيش كده اسلوبي كده بعمل ايه؟ ما دام اسمك جه معايا في اغنيه يبقى انت ما فيكش متفجرات خلاص. ده اسلوبك؟ اه ده اسلوبي. طب خلي بالك عشان انا اسلوب القرد بقى. عز امشي. اسمك ايه؟ اسمي زعتر. زعتر وتعمل وتنسى هواك. لا تمام مفيش اي حاجه. اتفضل اسمك ايه؟ ليلى. يا مجنون مش انا ليلى ولا ابن اسمتها وكيله. يا مجنون مش انا ليلى ولا ابن اسمتها وكيله. عايزني اقول بحبك ليه بحبك. مركبة قوية باظت حرام عليك يا عم. مش مهم المهم ان احنا مبسوطين. يلا يا عم نكمل لعب. يا عم لا هيضربني. ودلوقتي معانا مباراة في برنامج المصارع في الـ WWE في الـ WWE بين هاي. بقول لك انت في ايه؟ ايه ده؟ مباراة حلوة بين ميتشيماس وجون سينا. هاي بقول لك انت ركز معاه وسيب الموبايل بدل ما انزل اولع في الممر. ايه
هي بقول لك في ايه؟ مباراة جميلة جدا بين ميتشيماس وجون سينا في دبليو دبليو اي. داخل علينا جون سينا دلوقتي، داخلة جميلة. خش جون بطل كبير واخد 3 شامبيون ليج. ايه في، انت مجنون ولا ايه؟ مباراة حلوة، جون سينا بطل بتاعنا. ودلوقتي نشوف ميتشيماس بطلنا التاني، لعيب كبير. دخلة جميلة ميتشيماس عاملها لنا. خش يا ميتشيماس حبيبي. ميتشيماس بطل كبير، عائد على بكالوريوس تجارة جامعة حلوان، لكن مفتاري مش أي حاجة. هنبدأ المباراة الجميلة. أهو بيسلق، أوبا، وخدوا واحدة باور إسلام محمد. إنما يعني حكاية حكاية حكاية، والله حكاية. يلا نبدأ المباراة. أهو أوبا، وادي حركة دريم بارك كده. أهو رزع على الأرض ونازل يعد 3 1 2. فعلا جون سينا لعيب كبير برضو مش أي حاجة. داخل عليه تاني. أهو هنشوف، هوبا، واداله مانشيت صفحة أولى في الأهرام المسائي. تحفة تحفة. داخل عليه اهو، اداله مانشيت تاني، هيلبسه سوبلكس خلفي، سوبلكس خلفي جبار. اهو الشعبط فيه، رماه على الأرض. داخل عليه اهو، هيديله حقنة. قال واحدة كده في العضة الجميلة. هيعد عليه، هيعد 1 2. وفلت جون سينا لعيب بيفلت كويس، برافو. ولسه المباراة مكملة معانا. وابا عدى من، لا جميلة، واداله عنده في ايديه. وربنا ما لعب. ايه يا عم في، ما احنا بنلعب مع بعض. لا يا عم انت عدلت. بص ايدي، اي بص، معلش انا ايه. اوبا، غدر بيه جون سينا. 1 2 3، ومبروك لجون سينا. اجيب لك الجنيه الدهب ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. بقى انت بقى فلقتني، تعالى بقى انت فلقتني في الجيزه، وربنا انا اوريك. الجرعه حلوه، الجرعه حلوه، مفيش كلام يا هيما، مفيش كلام. ايه يا عم، انتوا مش عاملين اي اعتبار خالص؟ انتوا خمتوني في الماتش، ها؟ انت مستغربني ليه؟ انا عمال اكسب جولتين قدامك يا عم. احنا سايبينك يعني واحنا بنحكم صح يا جدعان؟ ما ابويا يا جدعان مركبته اتخبطت، ولو عرف ممكن يتبخر يموت من الزعل. يا دي يا عم، ابوك اللي انت عرفنا بيه، هو فين اصلا ابوك ده اصلا؟ قاعد في البيت بيتفرج على الايباد على الافلام الابيض واسود. ايه ده؟ والله يا ركوبان، انت يا ركوبان. انت اسمك ايه؟ اسمي عنب. عنبة؟ امال لو بطيخة كان يبقى شكلك ايه يعني؟ عنبة ازاي؟ طب بس ايه الحلاوة اللي انت فيها؟ الله يخليك. ايه الرشاقة اللي انت فيها؟ الله يكرمك. ايه القمر اللي انا شايفه ده؟ يلا يا مزيسان، الحق يا وزير الكهرباء، الحق. حاضر، تعالي تعالي. خليكي ماسكة الخشب.
تعالي بقى يا جماعة يا جماعة نقولوها بسرعة المستشفى الخاص بتاعتي يلا بسرعة يا ايه ده؟ وزير الصحة عنده مستشفى خاص بتاعته؟ ده أكيد متكلفة فلوس كتيرة قوي يا لهوي الحقونا يا ناس المستشفى الخاص بتاع وزير الصحه انفجر هو ده هو ده يا وزراء يا وزراء سياده المقدم عبده غميله عينيه بسرعه لا انا ماليش ده ولا ده بص انا عبده العبيط يا بيه ده بص وكمان بتعرف تعمل عبيط يا عم يلا يا ديني قاتل بجلابيه خد وكمان بتعرف تسحف معلش يا باشا بعد اذنك ثانيه واحده اي عشان اسف بس المهرج الهندي وصل فين على الباب بره مين المهرج الهندي جاي من الهند لا يا راجل اول مسلسل هياكل النهارده المهرج الهندي فين هو واقف بره طب ما تخليه يجي في الهند هو المهرج على الباب الهندي الباب في الهند خليه يجي بسرعه بس هو جاي ليه جاي على الهند جاي في جاي عندنا في المطعم المفروض يجي المفروض يقعد في المطعم صح امال هو جاي ليه عشان الهند جاي يشرف علينا جاي يشرف لا انا ما حدش يجي يشرف علي انا اقدم له الاكل وياكل زي ما هو ماشي مش ماشي لا غلط قول لي لازم يجي اقول لازم يجي ماشي المهرج لازم يجي دلوقتي خليه يجي دلوقتي على ايوه ماشي من جاي منين جاي من الهند جاي. خليه يجي ماشي ثانيه واحده المهرج الهندي شامبورا يتفضل خليل علي دا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كلامه واضح عليكم السلام ساري جاري ماري هاري مصرياتا حلوياتا أهراماتا برجاتا نهر نيلاتا اشربوا مني ورقاتا ناتا الله الله سمعيني الكلام راجل بيقول اللي يشرب من النيل لازم يرجع تاني وهيلاقي دواء بالهاريسيا فين غير عندنا أهلا وسهلا تشرفات 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 وارد فوق فين حبيباتا وي حبيبتها دي جماره دي حبيبته كانت معاه الراجل بيقول حبيبته كانت معاه فين حبيبته حبيبته فين حبيبته موجوده بره على الباب فين في الباب بره حبيبه مين حبيبه الهند المهرجه حبيبه الهند موجوده بره على الباب دي ايه جوز هند مرات هند مرات اللي حباه نادينا بسرعه دخل الباب لا انا دخل مين دخل مرات ولا مرات حبيبته ماشي ثانيه واحده ثانيه واحده حبيبات المهرجة هش هقو يتفضل يا استغفر الله العظيم مش كده حبيباتها اينا هاجيني هم كوبي كوشي كوبي جم اينا هاجيني هم كوبي كوشي كوبي جام إنا جيني أم كوبي كوشي كوبي جام يا حبيبي حبيباتا حبيباتا وكرمليايا إنا جيني أم كوبي كوشي كوبي جام إنا جيني أم الأكل يتاكل هم والواجب يتحيف السم يتاكل هم والواجب يتحيف السم انت شريرة انت شريرة هاي كرم سكش هنجا يمباجش عادي كمل الفيلم للآخر ولا ايه؟ مستر عساف الناس هيجوا يشرفوا علينا في الأكل؟ أيوة إن شاء الله هم جوه حضرتك بقى أتأكد من المطعم وكله تمام أتأكد حاضر الترابيزات نظيفة الكراسي سليمة أيوة ثانية واحدة ماشي أشوف اتفضل أنا داخل أوضة العمليات مش هسحب دي وصل 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 احنا الفرح
اصحي يا مجرة، كوكبنا 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 كوكب الفاصوليا الخضراء، احنا اللي اشترينا المشترى واحنا اللي جوزنا كوكب وسمعني سلام، اصحي يا منطقة وولع الندى، احنا نبطشية بس صنايعية، احنا نبطشية بس صنايعية. ازيك يا معلم؟ تمام. بقول لك يا بت، ايه؟ انا عايز عينك ما تنزلش من عليا، ازازتي لخلص الاقي التانية بتنزل على طول. يا جدع انت بت مين؟ ده واد بت يا جدع، واد اسمه مفك من المشترى، واد بت يا جدع واد. بت بت بقى قلت لكم بت، في ايه؟ الله مجانين على الطلاق واد. طب تدفع كام ان هي تيجي دلوقتي وحتى رش في بقها؟ تدفع كام؟ ادفع اللي انت عايزه يا معلم. ماشي فرجني بس. بت واد بت واد هتشوف. مساء الخير اهو. بتاكل الروج مش حطاه بس. عليا الطلاق واد، واتاكدت دلوقتي. ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ مالكوا؟ في ايه؟ اقعد ساكت. تعالي يا بت. في ايه يا اسطى؟ تعالي. ايه يا اسطى مالك؟ يلا يا بت. في ايه؟ في ايه يا اسطى مالك؟ في ايه كده غلط؟ انت قرعه ولا ايه؟ ورينا دماغك. على فكره شعري كان اطول من كده وكل البنات بيغيروا مني. طب يلا بقى يا بت. يلا ايه؟ خلصي. عيب يا اسطى. هديكي 50 جنيه. 50 ايه يا اسطى؟ هديكي 100 جنيه. غلط يا اسطى. في ايه يا بت؟ ده انت في سوق النسوان ما تسوقش شتا تعريفه. في ايه يا اسطى مالك؟ انت عبيط ولا ايه؟ مالك؟ خلصي يا بت. خلصي خلصي. طلعت الأنثى اللي جوايا. ليه كده يا اسطى؟ اعمل ايه في امي يا اسطى؟ يا ما يا ما يا ما يا اسطى، رد عليا يا اسطى، رد عليا يا اسطى. الجرعة حلوة. جرعة حلوة. مفيش كلام مفيش كلام يا هيما، مفيش كلام. يلا نهرب يا اسطى. يلا يا اسطى عملنا لنا طف حاجة. مين اللي دخل الحمام ده وما شدش السيفون وهو خارج؟ مين؟ تلاقيها وزيرة البيئة. انتي احترم نفسك، ده انا واقفة جنبك حتى. انا بيئة بس نظيفة قوي، ده انا حاطة في الحمام بتاعي بدل السيفون ثلاثة. بدل السيفون ثلاثة ليه؟ نافورة. وايه الحق يا وليه؟ هو اللي ما شدش السيفون عشان تبقى فاهم. ربنا العالم. ثانية واحدة يا جماعة، معالي وزير الصحة عايز يقول لكم حاجة مهمة جدا. يا جماعة أهم حاجة النظافة، ها؟ تغسلوا إيديكوا قبل الأكل وبعد الأكل وأثناء الأكل 5 مرات في اليوم. ما نقطعها أحسن يابا. إيه دي؟ نقطع لك إيدينا أحسن يابا. ما تنهدش معايا عبد وتعبان. مش قادر إيه بيقول لك 5 مرات الصبح و10 مرات دي تبوش. معلش يا عبدو معلش. طب قول يا اخوانا. عيب عيب ايه اللي نضافه ونغسل ايدينا؟ عدة احنا وزراء. ايوه. قال ايه السيفون دي؟ أوه. انت عارف الدش؟ اللي من فوق دي اقلبه الناحيه الثانيه يبقى سيفون. وزيرة البيئة هي اللي ما شدتش السيفون. احترم نفسك، انا مش عايز ارد عليك. مش احترم نفسي، اللي انت بتعمليه ده اصلا غلط. غلط على الزلط. انت ماله ده؟ انت ما تعرفيش انا بجري هنا. بس ما يصحش كده، ما يصحش كده مع الوزير. رئيس الوزراء داخل مع الوزير. بجد يا حضرة البكباشي، يعني انت مش عامل لي مفاجأة؟ ممكن تبعد عني عشان ريحتك جاز. جاز ولا لسه ما جاز؟ اتفضل اقعد. والله العظيم ثلاثة أكبر عيب اللي بيحصل ده. لما أنا أبقى قاعد مفيش احترام ليا يبقى عيب، وأقوم دلوقتي أدور الضرب في الناس. عبدو إيه ده يا حبيبي؟ عبدو إيه يا عبدو؟ أنت ليه معادك هنا؟ ما أنا بمدلكوا على حاجة. بتمد عليا؟ أنت عايز ترفدني يا عبدو؟ عشان نخلص يا ابن رئيس الوزراء جاي. اتفضل امشي يا عبدو. بنفسه بنفسه يا عبدو امشي. خش يابا والنبي جنبك يابا. يلا 4 ورا يا اسطى اطلع أنت. يلا خلاص اتفضل يا معالي رئيس الوزراء. أهلاً 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 أهلاً.
صباح الخير. صباح النور علبة النور، يسعد صباحك هلا وسرور، لما يزقزق العصفور. سوي سوي سيو سوي سوي سيو سوي سوي سيو سوي 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 سوي. فينك يا عصفورة وين ما نشوفك غير بتطيري، ما عندك غير جناحين شمري غير. انت يا زف استنى يابا. بولا 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 انت يا نيلة. في ايه يا عم؟ بولا بولا عبدو. حصل ايه يا عبدو؟ قال ايه يا عبدو؟ حصل ايه يا عبدو؟ قال ايه يا عم؟ خلاص يا عبدو اطلع بره واعمل لي قهوة. بقول لك ايه، ما بلاش القهوه. ليه؟ لحسن مدره للبول. والله اطلع بره يا عبدو واسمع الكلام بعد اذن حضرتك. طب ما تجيب بوسه مشبك. اطلع بره يا عبدو. اطلع بره. ده انا بحبك والله يا عم والمصحف بحبك. طب اطلع. بقول لك لما تجيب الكلوكوز ده لف. اطلع بره بره. خدت كل الادويه انا جميعكم من وادي الزيت اهو عشان ما حدش يعرف يمسكني. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ تضرب بجد؟ والله ما قصدي. اضرب بالراحة. ايه يا عم؟ اي ايه يا معلم زرزور؟ يا معلم زرزور ايه؟ عدي لي شغل حاجة. ايه؟ عدي لي شغل حاجة يابا. ده ضربنا في بيتنا يابا. تعال 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 تعال. ضربت يا معلم زرزور في دماغي. اكبسها بن اكبسها بن. تعال وبعد كده تبقى تحط عليها زبل حمام وتدعكها كويس وتشيلها على المغربيه. تشيلها على ايه؟ مغربيه مغربيه. جدع هيما انت يا واد، قلبك ميت صحيح، دخلت علينا دخلة انك لميت وانهم لميتون. الجرأة حلوة الجرأة حلوة. مفيش كلام هيما مفيش كلام. يابا يابا انت بتقول كده عشان خايف منه يابا. تعال تعال. لما يبقى عندك نخلة والنخلة كبرت وبلحها بيقع على الأرض، تاكله على طول ولا تغسله الأول؟ لا، أعمل بلح باللبن وأشربه يا رب. جدع. انتوا مجانين يا جدعان انتوا ليه؟ أنا عايز حرية. عايز ايه؟ عايز حرية. ده في الجنة بقى إن شاء الله. يعني ايه في الجنة؟ لا ده أنا ممكن أعورك. الجرة حلوة الجرة حلوة مفيش كلام هيما مفيش كلام. ايه يا عم بتبص على ايه؟ اللي غيران مننا يعمل زينا. اوعى يا عم. ايه قلع؟ ايه بقول لكم ايه يا جدعان، فككوا بقى من الفيلم ده. بقول لك ايه، تعال ناخد المركوبه بتاعت ابو الواد ابو الكوبال دوت ونشد على المشترى ونعمل دماغ زوحل. لا يا عم، سعيد قال اللي بيروح هناك ويشم غازات بيعمل هوب هاي هيد عالي جدا. يا عم سعيد يقول اللي هو عايزه، دي دماغنا واحنا حرين. جاي ولا ايه؟ جرعه حلوه جرعه حلوه مفيش كلام هيما مفيش كلام. طب يلا بينا. يلا بص بص شوف مين يا كوكب بص. شوف ايه؟ تعالى تعالى يا ابني. يا جماعه الحمد لله الحمد لله يا رب. يا عمرك جه كله الحمد لله. يا عمري زي ما هو. كنت واخد ازازه الخليل. ايه يعني؟ الحمد لله. خد يا شاطر تعال. نعم. عارف في بوكس بره؟ هتلاقي فيه اتنين مجرمين، هاتهم وتعال. حاضر. جاري ماري. دلوقتي احنا لقينا المجرمين اللي كانوا عايزين يقتلوه وهجيبهم لك تشوفهم عشان نتمم المحضر، اوكي؟ كل الكلام اللي انا قلته لك ده بالهندي. قشطه، فهمت؟ كله تمام.
فين الناس المجرمين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ تعالي انت هنا. انت مين طلعك من الفرن؟ هاي انت بتحكي؟ حطك جوه؟ حول الله. شكيب. انت اولا. عشان ما تبرديش. لفي لفي هات عايزين شاورما لحمه ولا فراخ؟ كفو اكله حلوه. طابت في مغرق دي مرات المهرجة يا عم. مرات المهرجة يا عم امشي بقى. ما تصدقش كل التقارير. لا ده تقرير سري جاي لي من شخص سري محدش يقدر يشوفه ولا يسمعه غيري انا. اتفضل يا سياده المقدم. تمام يا فندم. عبدو معاكم المقدم عبدو ربيع. اسم حركي. الاسم الحقيقي المقدم عبدو ربيع. عبدو مقدم يا صلاة على النبي. ده انا كنت بعطف عليه. انت يا عبدو واني اللي كنت بحرم نفسي من كل حاجه عشانك. ده انا كنت بشيل البرسيم من بوقي وادهولك. ياه وانا اللي كنت فاكرك طلعت اتاريك. وانا اللي كنت بديك بنزين عشان تعمل بيه مولوتوف. وانا يا مدتك كل كوس. عبدو انا عايز البلاي ستيشن بتاعي. انا مش عايز اسمع نفس حد فيكم. اي حد فيكم اداني حاجه ارجعها له. احنا شغالين في المخابرات. لو هنسيح لبعض انا ماسك صور عليكم كلكم. لا لا صور ايه؟ لا لا صور ايه؟ نلم بقى بعضين. يلا يا استاذ اتفضل منك ليه. ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا استاذك. ايه رايك في الدور اللي انا كنت عامله بتاع عبده ده؟ ده هايل بقى. شفت محدش عرفني خالص. فظيع. شفتني وانا بقول خدت كل الادويه مفيش دواء. خلاص في ناس موجوده. خلاص خدت كل. خلاص بقول لك ايه؟ امثل في الضابط ولا خليه طبيعي؟ لا خليك طبيعي احسن. انا عايز بقى الناس كلها تركز معايا في اللي هقوله ده. البلد دي فيها مشكله واحده. ايه هي؟ ان البلد دي محسوده. البلد دي ايه؟ محسوده. من ساعه ما هاني رمزي قال في فيلم وعايز حقي هو وعصام كاريكا وعبد الله مشرف. انت هتقول كل المشاركين في العمل ما تخلص يا عبد. لما قال من هنا بحر احمر ومن هنا بحر ابيض وكده متلول وكده متلول والكل سربع حلم اليوم. بالظبط كده. والناس عرفت قيمه البلد دي وحسدتها. ايوه ايه الحل بقى؟ مفيش غير حل واحد. احنا نشوف مين البلاد اللي بتحسدنا ونجيب واحد عينيه ما حصلتش نوجهه على البلد دي ينق عليهم يفشلوا هم نكسب احنا. بس يا عبد عبد يا نكس. بس هنجيب الشخص ده منين؟ انا البت بنت اختي عينيها حسوده ومقوره الله يحرقها. انت عارف مره بصيت لي قبل كده قالت لي ايه يا خالتي الجمال ده كله. من ساعتها اجي ابص لنفسي في المرايه اشوف نفسي دب. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. طب وانت ايه اللي مضايق؟ المفروض اشوف نفسي دبه. دبه؟ اه انا مش هرد عليكي مبدئيا. انا عندي دلوقتي اخليه يدخل ولا يتغدى ولا يمشي ولا اعمل ايه؟ خليه يتفضل. حاضر. طب استاذن انا بقى يا مولاتي انت عارفاني خدمتك لماحه. يلا نهارك ابيض. حسابنا بعدين. مولاي اكتر. اقطاي افندم انا موجود. اتفضل. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة والأخوات، إن أقطاي الذي يتحدث أمامكم اليوم يعتز بما قضاه من سنين طويلة في خدمة مصر وشعبها. إن هذا الشعب العزيز هو شعبي يحتاج الآن إلى حاكم قوي. أنت اللي بتتكلم عن شعب مصر؟ أمال أمي؟ بعد ما فرضت عليهم الضرايب. يا سلام. الشعب مش لاقي علاج. الشعب وعايش في بطاله وفقر ومرض. شعب موجود ومفيش مستشفيات الناس تتعالج فيها. المستشفيات في كل حته. ازاي انت عندك الرمض في الجيزه عندك السلام في المعادي في كل حته في اما كنت تتكلمي الكلام مظبوط ما تتكلميش.
كلام ازاي؟ استشهاد كل حته. ما عندكيش اختيار دلوقتي ما بيني وما بين قايبك، يا انا يا الفوضى. انت بتهددني انا بالفوضى؟ انا هددك باي حاجه؟ انا اطلع طلعه جويه افجر القصر ده كله عشان تبقى فاهم. انا راجل مش سهل، الموضوع دلوقتي ما بقاش سهل، الموضوع دلوقتي في منتهى الخطوره عشان تبقي فاهمه. هيبقى ده لو جه هيجيب جماعته، جماعته لو جم هيجيبوا مجموعه، عشان الموضوع مش هيبقى سهل يعني. الموضوع ساعتها هيبقى في منتهى الخطوره، البلد دي هتتفتت. عشان تتفتت عشان ايه؟ دي الفزاعه اللي تضحكوا بيها على الناس في الاعلام. وانا عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. عايز ايه؟ عايزه احافظ على نفسي كملكه للبلاد. طب ما انت ملكه البلد اصلا، اشتغل نفسك ولا ايه؟ انت شوفي انت عايزه ايه، ما كنا ننفذ اللي انت عايزاه ما ننفذوش. اتفضلي اركع. ايه؟ اركع افندم. انا موجود. بقول لك اركع. اتجننت ولا ايه؟ انا ما اركعش ابدا، انا راجل صاحب بطولات، انا راجل عامل حاجات كتير، انا راجل عامل مترو الانفاق، انا راجل في كوبري فيصل في نازله ناحيه الشمال بتودي على جامعه القاهره هايله، انا اللي عاملها؟ انا في الكوبري الدائري عامل وصله جديده بتطلع على الدائري ما حصلتش، هايله جدا. فاهم ايه؟ في كباري كتير فوق. انا في الكباري ما حصلتش. انا اما كنت اطلع بالكوبري مظبوط ما اطلعش بيه يعني. الموضوع مش الموضوع مش كده، الموضوع دلوقتي مش سهل، الموضوع في منتهى الخطوره. انا بقول لك اتفضل. لو كنت اتحنيت كنت اصبحت السلطان، ولكن دلوقتي ايه؟ اما كنت تكملي الجمله للاخر ما تقوليهاش. انا فاضي. ايه وانا اخمن؟ انا اخمن انت عايز ايه؟ انت حاجه صعبه. على منصب سيب لي فرصه افكر. اما كنت تفكري في كلامك كمان. ما عندناش وقت دلوقتي، الوقت دلوقتي بقى ضيق، بقى في منتهى الخطوره، وانا عايز اقول ان سوف يحكم التاريخ بما لنا او علينا جيلا بعد جيل، ان شجره الرز باقيه والأشخاص زائرون. حفظ الله مصر والوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور بنهاوي عشان هو من بنها فبقى جاب لي 4 مدرسين بتوع انجليزي. يا الله يرحمهم الاربعه. يا الو الو يا ابو العيون. ايوه والنبي يابا ركز معانا شويه في اللي انت رايح تعمله. مركز اهو. مين؟ انا المقدم عبدو ربيع. مركز معايا؟ عبدو ربيع. ايوه الاسم الحركي ايه؟ هو هو انا هو هو عبدو ربيع برضو. ايوه ايوه. عايز نعمل ايه؟ اسمعني بقى كويس، انت دلوقتي قدام البيت الابيض صح؟ ابيض يعني ريد. ابيض يعني ايه يا عم؟ انا ماليش دعوه، انا ابيض ولا احمر. مش أيوة. هو انت مش قدام البيت الابيض دلوقتي؟ ايوه اهو. طيب البيت الابيض ده يا ابو العيون حلو صح؟ مش قوي يعني. يعني عندنا ابراج العبور برقبته يا عم. حريق هائل في أبراج العبور ومحاولات للسيطرة على الحريق. أهو تفضل يا عم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هم الناس الأغنياء كده يسيبوا باب الفيلا مفتوح تيجي تخش تتكهرب بقى. يا ويقولوا سرقنا ليه؟ الو. ايوه يا جراده، بكره التسليم الساعه 5، تسليم البضاعه عند كازينو عش البلبل. سلام. الو. ايوه يا دوما،
بكرة تسليم البضاعة الساعة 5 عند كازينو عيش البلبل. سلام. ألو. أيوة يا بوليس. بكرة جرادة أبو دومة يتقابلوا يسلموا البضاعة الساعة 5. عند كازينو عيش البلبل. سلام. أيوة يا جرادة. قول لأبو دومة إن البوليس جاي لكم بكرة الساعة 5. اهربوا أنتوا الساعة 4 بقى. يلا سلام. أيوة يا بوليس. جرادة أبو دومة اهربوا الساعة 4 بكرة من عند الكازينو. روحوا لهم أنتوا الساعة 3 استنوهم قبل ما يمشوا. يلا سلام. يا اخي الواحد معاه رصيد مش عارف يعمل بيه ايه. والله افترى. الزعبلاوي فين؟ ده انا نفسي اشوفه. يا سمعت عنه قصص وحواديت. يا زعبلاوي. يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. يا ما نفسي اشوفك يا زعبلاوي. ياه. ايه الراجل صاحب الفيلا دي عنده شوية هدوم. هو ده بقى المنجهة. هي دي بقى القيافة. ايه؟ أخيراً. ايه؟ أخيراً شفتك يا زعبلاوي. ايه؟ انت الزعبلاوي. لا لا متهيألك انا مش الزعبلاوي ولا حاجة. لا لا انا عارف ان انت هتركر نفسك. هركر نفسي؟ اه. يعني انا اركرت نفسي؟ اه. انا اركرت نفسي. الناس كلها بتقول عليك ان انت تعلب مركار. ما لازم ابقى مركار ما دام اركرت نفسي طبعا. مين حضرتك؟ انت لازم تسامحني. ليه حضرتك؟ انا عملت ايه؟ انا عارف ان انت واخد على خاطرك مني. واخد على خاطري؟ ده انا بحبك والله بحبك. ايوه حضرتك. انا يعني انت عايز مني حاجه يعني؟ ايه ايه هتقتلني ولا ايه؟ والله ما عملت حاجه. انا مش الزعبلاوي. لا انا مش الزعبلاوي. انت الزعبلاوي. ايه دي؟ دول 150,000 جنيه عشان صبياني غلطوا فيك. هديه مني ليك. انا كزعبلاوي يعني؟ ايوه. خلاص هما 150,000 بس ولا ايه؟ هو كان في 50,000 زياده وانا لميتهم في الشارع وانا جاي. يعني ايه مفيش 50,000 كمان ولا ايه؟ مش هم 200 ولا 250؟ هم 250,000 وانا هديهم لك ومفيش حاجه تغلى عليك يا زعبلاوي. اه كده اه تتعدل يا. ده انا بحبك والله. يا سلام. اه يا بالسهوله دي. يا هو ايه هو كان ايه العمليه اللي بيني وبينك يا؟ العمليه اللي كانت بيني وبينك بضاعه. اه وفين الخاتم ده؟ ذهب؟ الخاتم ده ذهب عيار 84. طب يلزمني الخاتم ده؟ ما يغلاش عليك يا زعبولة. والساعة اللي في ايدك دي ايه؟ معدن؟ الساعة 8 ايه بالظبط؟ هاتها بقى. ما تغلاش عليك يا زعبولة. ده انت حبيبي والله حبيبي. يا سلام. ده الزعبلاوي ده يعني بيلم فلوس من غير ما يا س... ايوه هو ده. وفين البضاعه؟ ايه ايه بضاعه ايه؟ البنطلون اللي انت لابسه ده شمس؟ البنطلون ما يغلاش عليك يا زعبلاوي. لا 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 خلاص خلاص والله لا انا قلعه يا عم. خلاص لا لا خلاص. يا الصيف جه وهموت يا عم. خلاص مش قدام الناس. خلاص لا هو قدام الناس والله مجنون ويعملها. خلاص خلاص هلاقوا. طيب ماشي يا زعبلاوي حبيبي. ها فين بقيه البضاعه؟ ولا كانت بضاعتين اللي كانت بيني وبينك؟ انا كزعبلاوي مش فاكر يا. كانوا حشيش. ايه ده؟ زعبلاوي تاجر حشيش والبضاعه في الشنطه؟ تكلم جد؟ بهزر.
تربتين حشيش من اصل 8 ترب. والثمانية فين الباقيين؟ شربناهم انا والرجالة واحنا جايين. ايه الشغل ده؟ يعني انت شربت البضاعة؟ انت شربت الشغل يا دواء السم بيدوق. لازم نشمها الاول قبل ما نشربها للناس. دي ما بتتشمش يا هبل. ما دي ايه دي؟ بس انا بتاع شامبو ما اعرفش في الحاجات دي. طب انت كده ايه ده مين؟ تليفون. الو. ايوه يا جراده. البوليس جالكوا عند عش البلبل؟ ورحت ليه؟ انت رحت ليه؟ انت فين دلوقتي؟ هربت على المعادي؟ طب استخبى. ايوه يا بوليس. جراده في المعادي. يلا سلام. ده بتسلم اصحابك كلهم ولا ايه؟ يلا منهم لله. عايز مني حاجه تاني؟ انا عايزك تسامحني. انا مسامحك خلاص. انا مسامحك. مسامحني؟ طب انا عايز اقعد عندك في الفيلا بقى اسبوع اسبوعين سنه. عشان البوليس بره؟ البوليس مغرق الشوارع. طب اطلع التاوى فوق في اي حته، شوف اي اوضه باللي فوق التاوى فيها. ماشي. خد شنطتك معاك. يلا. بس انا مسامحك يعني. انت مسامحني بجد يا زعبلاوي؟ خلاص سامحتك. لا انا حاسس ان انت مش مسامحني. يا جدع سامحتك خلاص. لا. يا جدع سامحتك قلت لك. قول لي سامحتك. 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 سامحتك كتير. سامحتك كتير. سامحتك لاني. سامحتك لاني. بحب بضمير. بحب بضمير. بحبك. بحبك. ايه؟ ايه ومخدرات ورجالة وايه؟ سامحتك. سامحتك. قولها انت. سامحتك. سامحتك. سامحتك كتير. سامحتك. سامحتك بقلبي الكبير ومش ضعفي مني ولا غصب عني. سامحتك لاني بحبك. بحبك. بحب بضمير وانا لسه يا كنت بحلم واعد النجوم. وكلكم وزعلك انتكم انا عندي الدنيا تزعل ولا تزعل مني يوم. يلا لا 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 لا. والله بحبك. والله مجنون. يعني انا سامحت. سامحتك. سامحتك. ما سامحتك دي اللي كان هنا. دلوقتي هنا بقى. انا اروح اقعد عندك في الفيلا. اقعد وما تخرجش لما ناديلك. انت اسمك ايه؟ انا مش مهم بقى اسمي. لا ده مهم. اسمك ايه؟ خفاش. خلاص اطلع الشعلة في سقف الاوضة. يلا على مناديلك. بحبك. بحبك. بحبك كتير ومش ضعفي مني. بحبك. مين الحيوان اللي بيشتمني؟ مين الحيوان اللي بيشتمك؟ خالي زعتر كان عمال يشتم فيك دلوقتي. تعال لي يا زعتر. تعال افهمك. بتشتم بتقول ايه يا ولد؟ انا هقول لحضرتك احنا في بلدنا لما بنشتم حد بنبقى بنقول عليه انه جامد يعني. يعني مثلا ايه؟ نقول ايه ده؟ ده جامد ابن كلب. مش قصدنا يعني ان هو والدته كلبه يعني لا مؤاخذه، لا قصدنا ان هو عظيم جدا يعني. يعني مثلا لما نمدح حد نقول يا لهوي ده فاجر. مش قصدنا يعني انه بيعمل حاجات قله ادب، لا قصدنا انه عظيم جدا. طب ما هو كلامه صح هو يا اخوانا، امال بتفتنوا عليه ليه؟ ما هو الراجل عنده حق ما يغلطش في حاجه يعني. كلامه صح ايه يا مستر عساف؟
ده كان بيقول على حضرتك ان انت ما بتفهمش اي حاجه. انا ما بفهمش في حاجه يا زعتر. انا قصدي حضرتك ان انت ما بتفهمش في اللي انت ما بتفهمش فيه، لكن في اللي بتفهم فيه فانت ابو المفهوميه فهيم. طب ما هو كلامه صح يا بنتي، يا امال فيه ايه؟ الراجل ما قالش حاجه غلط. يا عم ده قال عليك راجل قفا. انا قفا يا زعتر؟ انا قصدي ان قفا حضرتك طويل، وده يدل على تحمل المصاعب. طب ما انا فعلا بتحمل المصاعب يا ابني، امال في ايه؟ يا مستر ده انا عليك ان انت راجل معطف. انا معطف يا زقطر؟ يا فندم افهم بس حضرتك، انا قصدي ان دليل على المعطف ده ان حضرتك اصولك من الفلاحين، والمعطف له ودنين، يعني حضرتك ليك ودنين زي المعطف بالظبط. طب ما انا ليا ودنين فعلا يا اخوانا، امال في ايه؟ انا مش فاهم ايه المشكله، الراجل ما قالش حاجه غلط خالص. اقول لك على حاجه؟ ايه؟ قال عليك راجل حمار. بس قال راجل. بس قال راجل. انما حمار دي يعني ايه حمار يا ابني؟ انت مجنون يا ابني. ما انا هفهم حضرتك، انا قصدي ان حضرتك زي الحمار بتستحمل كل اللي يحصل لك، ولو حد سابوك في مكان هتروح بيتكو زي الحمار. طيب فعلا ما انا بروح بيتنا فعلا يا اخوانا كل يوم، الراجل كلامه كله حكم. يا مستر ده قال عليك ان انت راجل عبيط. انا عبيط؟ انا اسف، انا فعلا قلت عليك عبيط. انت قلت عليا عبيط؟ الصراحه دي قلتها. انت فعلا شكلك عبيط. انت متاكد؟ ايوه انت عبيط. ربنا يسامحك. مش هرد عليك لان انت انسان تافه. لان النهارده يوم عالمي جايلنا فيه شخصيه عالميه مهمه جدا. الغلطه عندنا بفورة النهارده، اي هفوه في الاكل، اي غلطه نروح في داهيه، لان جايلنا النهارده المهراج الهندي. المهراج الهندي ده كبير المهرجانات في الهند. بس انا فهمت، كبير المهرجانات ده زي اوكا وارتيجا عندنا. كبير بتاعهم اكبر كبير. منهم شحته كريكه يعني؟ لا، كبير المهرجانات ده كبير قوي. انا فهمت ولقطت المعلومه خلاص. الهنود انت فاهم يحبوا الرقص والمهرجانات، فاحنا لما يجي الراجل ده نستقبله بمهرجان اقوى من المهرجانات. مهرجاناتنا بقى كل اسكت اسمع. بيحصل ده عندي في المطعم يا بهوات. هو مش حضرتك ايه هو ده؟ قلت ايه انا؟ مش قلت ان الراجل ليه في المهرجانات والفرفشه؟ عايزين نبسطه. طيب نعمل ايه؟ بقول لك مهراجا هندي كبير المهرجانات، بيخش مهرجانات كبيره في الهند، في شوكا وارتيجا وشقلبه. في ايه؟ معلش غلطه بفوره. راجل لو لقى غلطه في ايه يا ماما؟ لو سمحت هو المهرجا ده اسمه ايه؟ اسمه أكبر مهتماما مهيتا في العالم. إيه؟ يعني حاجة قريبة من كده، حاجة شبه دي. ما تركزيش في الاسم، ركزي في الطبخ. أنا مش عايز غلطة النهاردة، الراجل ده مهم جدا وجاي طبعا مسؤولين مهمين. لو حصل غلطة في الأكل كلنا هنقعد في البيت. ماشي خلاص؟ خلاص يا مستر. ركزوا معايا بقى، عايزين نركز في اللي جاي. أنا هديكوا شوية تدريبات تبقى في الطبخ كويسين، تمام؟ مركزين؟ اهم حاجه يقول لك الست اللي نفسها حلو في الاكل الناس كلها تحبها، فلازم نفسنا يبقى حلو في الاكل، تمام؟ يلا ناخد نفس في خمسه ونكتمه في اربعه ونطلع في الحله، تمام؟ عشان النفس يبقى مظبوط. ماشي يا تمام؟ مستر. تمام يلا نبدا تمرين. ابدا. واحد اتنين تلاته اربعه، اكتم. واحد اتنين تلاته اربعه، طلع في الحله. يلا تاني. هوبا. ثانية ثانية واحدة، عايزين حلل كتير بقى تكفينا كلنا عشان نطلع فيها. مين الحيوان اللي اتكلم؟ أنا. اطلع خطوة لقدام. أنا قلت لك تتكلم؟ لا. افتح إيدك، افتح. أهو. ارجع ورا، افتحش بقى غير ما أقول لك. معلش معلش، أنت راجل صلب ومفتري. والله والله بيصعب عليا لما بضربه، بس أنا بعلمه. انا عارف ان انت بتحبه بس انا بعلمه. تفتحش بقك تاني. خلاص نخلص من تمارين النفس، مفيش تمارين نفس، نخش على التمرين اللي بعد. يقول لك ايه؟
الست اللي تعمل اكل خفيف على المعده تبقى ست كويسه، فلازم الاكل اللي نعمله يبقى ايه؟ يبقى خفيف على المعده. تمام؟ يلا 10 بطن ننزل. ايه 10 بطن ننزل؟ يلا إيه ده؟ احنا مقدمين حربيه. هاخدكم كشف جراحه لو ما نزلتوش. ننزل 10 بطن يلا. ماشي يلا ننزل. يا مستر انا بنت ما ينفعش. خلاصي مفيش بنات هنا، مساواه في كل حاجه. ماشي ماشي يلا 10 بطن. ثانيه واحده يلا. يا مستر يا ابني ده ضغط. امال هو عايز ايه؟ عايز بطن. اللي هو ازاي؟ الشعل. ايوه يلا 4 5 6 يلا يا ابني شويه. يا مستر انا حاسس ان انا هخس. اتنيل على عينك كده هتتخن كده. واحد انت بتعمل ايه؟ بعمل انت بتولولي كده. قوم اقف ايه الغباوه دي؟ 4 اغبياء انا عمري ما شفت كده. واحد يبقى غبي، 2 لكن 4 ايه الغباوه دي؟ مفيش بطن مفيش نفس. هنخش على التمرين اللي بعده. ركزوا في حاجه، المهرج هيجي ينفخنا. ركزوا. هنعمل دلوقتي ايه؟ ايه يقول لك الطباخ الشاطر لو دخل طياره يطبخ ايه؟ يطبخ فراخ وحمام وبط، اي حاجه فيها طيور. طياره بقى نطبخ حاجات فيها طيور. مين الحيوان اللي اتكلم؟ اطلع خطوه لقدام. افتح ايدك. انا قلت لك تتكلم. افتح ايدك. اخلص. ارجع. يا ابني انت حمار، انت بتتدرب على دي بس ما تبدل. وانت راجل ظالم. والله بيصعب عليا لما بضربه. انا عارف ان انت بتعزه بس انا بعلمه. ركزوا معايا يا اخوانا، المهرج هيجي الغلطه بفوره. ركزوا. ماشي. تمام؟ ماشي. لا يا حبيبي، الطباخ الشاطر في الطياره يطبخ ايه؟ يطبخ بقى ممبار بقى وعيش بتاو وحاجات مصريه اصيله بقى. هتطبخ عيش بتاو في الطياره؟ امال في القطر هتطبخ ايه؟ هتطبخ ايه في القطر؟ معلش يا مستر انا عايز. معلش. ارجع انت يا ابني اللي هناك. هتطبخ ايه في الطياره؟ مش هطبخ. يعني ايه مش هتطبخ؟ انا في الطياره مش هطبخ. انا بسالك، ده اختبار تجاوبني. مش هتطبخ يعني؟ انا اقعد برنس كده في الطياره والاكل يجي لي لحد عندي. طب ارجع ورا، ارجع يا برنس. وانت هتطبخي ايه يا ماما؟ انا اشوف حضرتك عايزني اعمل لك ايه واعمله لك. هي دي الاجابات. الست بتتعلم، مش عارفه بتتعلم، لكن ما تقعدش تنغي وخلاص. كلكم اغبياء. الطباخ في الطياره مش محتاج يتعلم طبخ، محتاج الضغط الجوي بتاعه يبقى مظبوط. يلا ننزل 10 ضغط. هكشف جراحه اقسم بالله. 10 ضغط يلا. كنت دخلت شرطه بس. 10 ضغط بس يا عم. طلعنا فوق البوتاجازات واقول لك نط نطه الثقه. انزل يلا. يعني احنا هننزل ضغط يعني يا مستر؟ اه ننزل ضغط. واحنا من شويه انا كده اخس والله. معلش يا حبيبي انا عارف. انا هفضل اخس كده لحد ما تبقى النضاره ماشيه لوحدها. انزل 10 ضغط يلا. 1 2 3 انت بتعمل ايه؟ وانا بعمل ضغط. انا بعمل ايه؟ انت بتعمل ايه انت؟ اهو انت بتعملي ايه؟ ضغط. ده ضغط ده؟ ده انت هتجيبي لي الضغط كده بالحركات دي وموقف. لا نفس نافعين ولا بطن ولا اي حاجه. خلاص مفيش تمرينات مفيش زفت. هنخش على الأسئلة على طول. ماشي. المسقعة بتتعمل إزاي؟ المسقعة بتتعمل في الساعة، إنما بقى لو عايزين نعملها في السخونية نعملها مسخنة. أنت ماما عارفة إن أنت هنا؟ ماما عارفة إن أنت بتيجي هنا؟ قلت لها الصبح وأنا نازل. قلت لها. طب اطلع خطوة لقدام. اطلع. طب بالراحة والنبي. ولا افتح إيدك. ما أنت حمار أعمل لك. افتح إيدك. افتح. اللي هتفلت ب10. اللي هتفلت ب10. افتح ايدك. افتح. يا حمار ما تبدل الايد. انت بتضرب لعنه دي بس ده بقى تدخل من وشك. تكلم. وانت راجل ظالم. اخرس. تتكلمش تاني غير لما اقول. يا عم والله العظيم هو السبب. انت قلت لي المسقعه اتلغت صح؟ يا ابني ما هو بيجيب من الملغي. افهم انت ذاكرت ايه بالليل؟ بتنجان المحشي. ذاكرته ازاي؟ خليت امي عملت لي حله وكلتها كلها. لا انت عبطه بقى. اخرس انت كمان. ماشي. يلا جاوب. المسقعه بتعمل ازاي حضرتك؟ المسقعه بص افهم بقى، المسقعه بنجيب بتنجان عرايس. أيوة. بس يكونوا عرايس لسه جداد لسه. أيوة. ما تكملش كلام. ما تكملش ما دام وصلت للمرحله دي. ما تكملش. ما تكملش كلام. بلا جداد بلا قدام. عرايس جداد.
ما انا كنت هقول لك ما تكملش كلام. ما تكملش كلام. هات العصايه ارجع ورا. انت هادي يا ابو طهيه، مسقعه بتتعمل ازاي؟ ما بعملش مسقعه. ايوه ما بتعملش، ده اختبار. انا مش قصدي، انا عايزك تقول لي طريقتها ازاي. انا ما بعملش مسقعه. أيوة. انا اقعد برنس كده والمسقعه تجيلي. انا برنس. طب تقعد برنس في اي حته؟ في اي مكان. طب ارجع لورا. وانت يا ماما المسقعه بتتعمل ازاي؟ انا شوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك. هي دي الكلام، هي دي الاجابات. ست اهي اهي بتسالني، انا اقول لها بعدين. انما انا ما بحبش الرغي الكتير. خلاص نخش على الاكله اللي بعديها. مفيش مسقعه وحيات امي، ما هنعمل مسقعه هنا طول ما انا عايش. مش داخله المطعم. ماشي خلاص. في ايه؟ هنعمل اكله تاني. البصاره. البصاره بتتعمل ازاي؟ البصاره دي بتتعمل في البصره، عشان هي إيه اصلا اكله عراقيه، دي معروفه. دي حلوه اهي. حلوه والله. انت ابوك عارف ان امك جايباك هنا؟ اطلع لي خطوه لقدام. خلاص طيب. اطلع خطوه لقدام. أهو. افتح ايدك. افتح. افتح ايدك اللي هتولها. جامده والله. اقسم بأذنبك. والله بتضرب جامد. اللي هتفلب بعشره. افتح ايدك. اهو. تعلم. ماشي. تعلم. خلاص هتعلم من غير ضرب. افتح ايدك. هتعلم والله. افتح حاتب. افتح ايدك. يلا هيسلم شكله. هيسلم والله. مالكش انت دعوه. افتح ايدك. حاضر. افتح. افتح دي. افتح دي. عايز اني هات دي. دي ولا دي؟ اديله المهريه. ما هتتهرج زياده. خفش. شفت انا عارف الاخيره دي بتدي فيها جامد. طب ارجع لورا. ارجع لورا. ماشي وحياتي وربنا يوريك. ماشي ركز معايا. سنة لفين؟ البصارة. البصارة بتتعمل ازاي يا ابني؟ حضرتك بنجيب اربعة يلعبوا بصرة، لو حد بصر تبقى بصارة، ولو ما بصرش تبقى استيميشن عادي يكملوا عادي. ممكن ما تتكلمش معايا خالص؟ انت مش طايقني. ممكن ما تتكلمش معايا لحد ما اخلص؟ انت مش طايقني. ما ارجع. انت يا ابو طهية البصارة بتتعمل ازاي؟ ما بعملش بصارة. ما بتعملش بصاره يعني ايه؟ ما بحبش البصاره. اعملها ليه؟ ايوه يعني انت بتعند معايا يا ابني. افصل عنك. زعتر. بتعند معايا يا ابني. معلش معلش معلش. دي ام اسئله. دي ام دماغي. بالراحه يا مستر. انا برنس اقعد كده والبصاره تجيلي. ماشي يا برنس. ماشي يا برنس. ارجع لي ورا يا ابني. البصاره بتعمل ازاي يا ماما؟ بص انا اشوف حضرتك عايزني اعملها ازاي واعملها لك. والله شكلك ما عارفه اي حاجه. شكلك بتهودني وبس. كل حاجه تقول لي اعمل زيها بس بحبها، لان هي بتقول لي انا هفهمها بعد كده. انت بياكل معاك الكلام ده؟ اه بياكل معايا الكلام ده. دي بتطبل. انا هزمر لها دلوقتي بقى عشان كده. شايف بتطبل لي؟ انا هزمر لها دلوقتي. طب تمام. خلاص تمام. ما تكلمش معايا انت. انت انت طب طيش طيب. مفيش بصاره. مفيش بصاره ولا في مسقعه. لا بصاره ولا مسقعه. هنعمل كشري، وانا اللي اقول لكم الكشري ازاي. الكشري بيتعمل واحنا مكشرين. نجيب بقى العدس والمكرونه والرز، نكشر لهم يبقوا كشري. دي معروف يا ابني. انت متخلف والله العظيم. متخلف يا عم. ليه يا عم؟ محدش قالك كده قبل كده؟ لا. كل كلامك غلط وتخلف. امشي ارجع. مفيش اكل. خش على السؤال اللي بعده. السؤال ده الامل الوحيد اللي ليكوا. يا اما همشيكوا من هنا. لعيبه ليها علاقه بالطبيخ. سمير كمون. صح. احمد كشري. صح. كابتن شط. صح. احمد الكاس. يا ابني ليه كده يا ابني؟ يا ابني ليه كده؟ احمد الكاس ماله؟ مال الحاجات دي؟ هي الحاجات دي كلها هتتقدم للناس كده؟ مش لازم نحطها في حاجه. هنحطها في احمد الكاس. اه. وهيمشي ازاي بعد كده لما نحط فيه كل الاكلات دي؟ انت يا ابني ليه كده يا ابني؟ بتعمل ايه؟ مفيش يا جماعه، مفيش اكل ومفيش مسقعه ومفيش لعيبة ومفيش بابا. لا 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 عشان خاطر ايه ده انت بس؟ والمهرجة هيجي يفضحنا كلنا كده يا اخوانا. والله احنا هنتفضح. معلش مش هنتفضح. خلاص كل حاجة غلط. هنبقى رجالة ده بس. خلاص يا مستر انا اسف. خد دي. خد دي. اعمل بيها ايه؟ اعمل بيها ايه يا بني ادم؟ معلش يا بني ادم افهم شوية. انت مش قريبه فهمه. كل حاجة غلط. كل الكلام مفيش حاجة صح. معلش. امال هتتعلمه ازاي؟ ركزوا معايا. علمنا والله. احنا هنتعلم منك. علمنا. هتتعلموا؟ هنبقى زي الفل والله. طيب يب. الرز لازم يبقى عليه شعريه. الرز يبقى عليه ايه؟ شعريه. المكرونه يتحط عليها صلصه من فوق. المكرونه يتحط عليها ايه؟ صلصه من فوق. والكمون لازم بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ لا لا يا سلام. لا لا لا
هات بس هتتكلم ازاي؟ هتتكلم ازاي؟ اجروا تهبل. الله يخرب بيتك. البست كود علال علال. ايه هتعمل ايه؟ تعالى النبي يا مستر كلاط. تعالى. ايوه هتعمل ايه بعد كل ده؟ بس 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 خلاص خلاص اسكت. انت ما تتكلمش خالص. اسكت. حاضر. وانت البس شكلك عره. البس والله شكلك يقرف الكلب وعامل ايه القرف ده؟ انا شكلي عره؟ والله شكلك مقرف جدا. انا شكلي مقرف؟ والله لو لقينا شغل في مكان تاني كنا ولعنا في شعرك. طب اطلعوا بره بقى في اجتماع. انا هوريكم. انا هو في اجتماع. يلا هتعمل ايه؟ ايه ده؟ في اجتماع. ده اجتماع انت هترشق فينا سكاكين؟ قدامي اجتماع مهم. قدامي بره. قدامي قدامي اجتماع. قدامي تعالى. الاخر اخر واحد انت. تعالى بطاقه. قدامي قدامي قدامي. تعالي قدامي. لا ايه يا لهوي انت بجد؟ لا انت بجد والله فعلا انا في ايدك. هنموت عشان مسرحيه. يلا هتقولي لبسي اهو والنبي السجاجين يا صمو. ماشي قدامي. لو راجل يطلع لي بره. خدت كل الأدوية. خدت كل الأدوية مفيش دواء نفع فيا. وقالوا لي دواك يا عبدو ما خدناهوش في الكلية. خدت كل الأدوية. خدت كل الأدوية. خدت كل الأدوية. تحية الرئيس مجلس الوزراء. أنا بعشق الراجل ده ما شاء الله. بيجي الوزارة زيه زي الصورة كده ما بيعملش حاجة. وجوده زي عدمه. خدت كل الأدوية. أيوة محمد. ايوه يا محمد. امنع التظاهرات يا محمد. اي واحد امه اتطلقت هيتظاهر؟ مصر مش ملطشه يا محمد. في ايه يا عم؟ في ايه؟ ما تسيب يا عم اللي عايز يتظاهر يتظاهر، اللي مش عايز يتظاهر يشال عنه ما يتظاهر. عبده انت بتتكلم في السياسه ليه؟ انا اسف يا باشا. انا مش باشا. انا اسف يا لواء. انا مش لواء. انا اسف يا عميد. انا مش عميد. انا اسف يا اسطى. اعمل لك ايه؟ ايه اللي يرضيك طيب؟ نظفت. اقطع شعري عشان تتبسط طيب ولا ده شعر برضه يا عبده؟ نظفت. نظفت يابا. طب روح نظف الحمام عشان المره اللي فاتت كان في ورقه تواليت مرمي في قلب القعده. ما انا اللي رميه. انا مش عارف ليه رئيس مجلس الوزراء متمسك بيك. يمكن عشان خاربها. يا ابني رئيس مجلس الوزارة والوزارة والوزراء وكله جاي دلوقتي في اجتماع مهم. ولا مهم ولا نيلة ولا بتعملوا حاجة. خربتوا البلد الله يخرب بيوتكوا كلكم. أقول لك إيه؟ ما أنت اللي في وشي. أقول لك حاجة؟ قول. خدت كل الأدوية. أيوة يا محمد. أيوة يا محمد. دخل وزير الزراعة يا محمد. وزير الزراعة اهو. خليه يدخل. خش يا ابن. أنا وزير والله العظيم وزير وعهد الله وزير. حسد اللي انت بتتكلم عليه بكرة التاريخ هيثبت اللي ليه واللي عليه. مولاي مولاي الحق الحق. خير يا مرعوب؟ أقطعي جه برا. جه لعضر. خليه يخش يا مرعوب. حاضر مولاي. أقطعي أفندم. أنا موجود. انت عايز ايه يا شجره العنب انت؟ كل شويه تبعت لنا ولا ايه؟ ازيك يا قطاي؟ انت اللي بعت لي؟ ايوه انا اللي بعت لك يا قطاي. عايز ايه؟ عايز كل خير. ولاول مره يجتمع قطاي مع عز الدين ايبك مع شجره الدر، وكان رابعهما الخيانه.
حيث اتفق عز الدين أيبك مع أردوغا على أن يقتل أقطار، ودفع لأردوغا مبلغ من المال في كيس من القطيف الأحمر. ذهب أردوغا إلى أقطاي، سلم عليه، قال له تفضل، ثم أخرق خنجره وقتل أقطار. مات أقطار ولكنه قاوم وقام مرة أخرى، فقال له ألم يكفيك خنجر واحد؟ وذهب أردوغا وقتل أقطار. هنا مات أقطار ثم قام مرة أخرى، ثم وقع من تأثير الضربة، حاول أن يقاوم لم يستطع، زحف زحف، ثم قام مرة واحدة ثم وقع، ثم قام ثم وقع، ثم قام أمرمطك ثم وقع. ثم قام قام وقع قام وقع تدريب ركب قام، ثم خرج زحف 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 زحف. يا سمير، انت يا سمير، معقوله مفيش حد هنا في المطبخ؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ فين الناس يا عساف؟ يا مستر عساف يا صاحب البتاع. ايوه، فين الناس؟ اهم. طب ما تيجوا يلا، في اجتماع. اجتماع ايه؟ ما انت واقف اهو. تعال 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 اجي. ما يلين نقف هنا ليه؟ ما دام نخش يا عساف. معقوله اجي هنا ما الاقيش ولا واحد من المساعدين بتوعي، وبتقول لي النهارده يوم مهم وفي مهرجه جاي؟ ايوه في مهرجه جاي وفي يوم مهم النهارده. اسمه ايه المهرجه ده؟ اسمه اكبر مهتماما ما في الدنيا. انت بتالف اسمه دلوقتي؟ والله هو اسمه شبه الحاجات. اكبر ايه؟ مهتماما في العالم. مهتماما. عموما انا قعدت 3 سنين في الهند. احلى اكلات هندي اعملها له النهارده، اخليه يمشي من مصر عجبه الاكل اكتر من الاكل اللي بياكله في الهند. ايوه صح، لازم ان شاء الله. طيب فين حضرتك يعني الناس؟ انا مجهزهم في اجتماع. حضرتك يعني انا تحت امرك، انا شيف معروف واشهر شيف في العالم وفي مصر وفي كل حته، لكن ده ما يمنعش ان انت صاحب المطعم. يا باشا ما تقولش كده، والله العظيم ده احنا يعني. يا باشا ايه، انت صاحب المطعم انا شغال عندك. يا باشا ما تقولش كده يا باشا. انت صاحب المطعم انا اللي شغال عندك. لا ما تقولش كده يا باشا، أنا ما بتكلمش على الفرقة، المطعم. معلش. أنت صاحب المطعم، معلش. أنا شغال عندك. معلش عشان خاطري. معلش. أنا يب. شغال عندك. يا طب أنت اللي شغال عندي؟ أوه. تعال الناحية دي. أنت كده الشيف. أيوة. وأنا صاحب المطعم. أيوة. أنت يا بني آدم. خدامك يا باشا. أنت ما بتعملش غير الأدوار دي ولا؟ تعال. يعني نحمد ربنا والله. انت صاحب المطعم. انا صاحب المطعم. يلا وانا اللي شغال عندك ان شاء الله. ناديه للناس. انا ناديهم، انا حطيتهم في اجتماع جوه. حطيتهم في اجتماع؟ عامل لهم اجتماع يعني. عامل لهم اجتماع ايه؟ حضرتك انا المسؤول عنهم مش انت المسؤول عنهم. ماشي ماشي، نادي لهم. ماشي. يلا يا جماعه كله يجي. ثانيه واحده، الناس الاجتماع فاضي، يلا بينا. كاك كاك كاكي كاك كاكي كاك 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 إيه إيه أغبية، قولوا أي حاجة. تعمل لهم اجتماع في الحمام ولا إيه؟ دلوقتي يا جماعة إحنا عايزين التزام، ما ينفعش إن أنا أدخل المطعم بتاعي وإنتوا كمساعدين ليا ما لقوش. ده كلام فارغ، ده كلام مش مظبوط. حضرتك النهارده الاكلات كلها هتتم على اكمل وجه، في اي طلبات مني معينه؟ لا حضرتك شوف اللي حضرتك عايز تعمله، احنا موجودين معاك. انت مصر على حضرتك برضه؟ ماشي ماشي. طيب حضرتك تقدر تتفضل وانا هتصرف. ماشي، انا هروح دلوقتي اشوف الناس واجي. انه ناس المهرجان الهندي والعالم دي كلها. اتفضل.